لو الحكاية فيها إن فيتو. باسم مجلس اتحاد الفيتو بنرحب محمد مهران عندنا النهارده اول ندوه ليك بعد الفيلم. تاني يوم العرض الخاص على طول. بدايه موفقه وان شاء الله تكون فتح خير عليك يا رب. وانت منورنا جدا في فيتو. هنستغل وجودك معانا النهارده عشان نسالك كل الاسئله اللي الصحافه سالتها والجمهور كان بيسالها خلال الفتره اللي فاتت. حابين انت في الاول تتكلم عن محمد مهران وتقدمه للناس بنفسك. ماشي. انا اسمي محمد مهران، خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل واخراج دفعه 2011. بمثل من وانا في ثانوي في مسرح المدرسه، وبعد ما خلصت خدت قرار ان انا عايز اقدم في معهد الفنون المسرحيه، وقدمت ونجحت الحمد لله وتخرجت بتقدير كويس، وده ساعدني ان انا اخد اكتر من منحه دراسيه بره مصر، في فرنسا، في المغرب، في لبنان، للمشاركه في مهرجانات مسرح، والحمد لله خدت جوائز بره مصر عن عروض مسرحيه كنت عاملها باسم اكاديميه الفنون في المغرب وفي فرنسا. جيت هنا سعيد في شغل، ما جيتش في فكره الجاي من بره وهستنى الشغل يجي لي. سعيد كتير، وكنت بسعى انا وزمايلي فتره المعهد في الكاستنج والاوديشنز مع المخرجين، لفيت كتير عادي زي اي شاب، والحمد لله ربنا مثلا وفقني في ذات ان انا اشتغلت فيه بفضل ربنا سبحانه وتعالى. واستاذه نيلي كريم هي اللي اختارتني بعد ما شافت شغل ليا في المسرح كنت عامله، والحمد لله كنت عامل شخصيه كويسه. في اثناء دوت كنت سامع عن اوديشن بيحصل لفيلم اسمه اسرع اليا، مش عارف ايه الفيلم دوت، سواء كان بالظبط الموقف اللي حصل ان في حد مساعد مخرج كان زميل ليا في معهد سينما كان شاف مسرح ليا وكان شاف شغلي، فاقترح على استاذ هاني، كان هم بيشوفوا شخصيات يعني ممثلين كتير. عايز اتصل. فشافوا اكتر من ممثل في الدور دوت، وما كانوش لايقين حد ينفع 17 سنه ويشيل فيلم، فقال لهم في ولد كويس معاه فنون مسرحيه انا عارفه، ده ممكن تشوفوه، فكره تشوفوه بس يعني اقطع قدامنا ساعه ونمشي، يعني لو قدر يجي يجي. انا الكلام بحكي لك ده يعني ده بالظبط السيناريو اللي حصل مع رحلتي في الفيلم، وده اول مره احكيه على فكره. فرحت هناك، هو كلمني قال لي انت محمد، انا محمد ماهر زميلك في معهد سينما وعايزينك تيجي كمان نص ساعه من مدينه نصر. قلت له انا في المعهد دلوقتي عندي بروفا. قال لي تعالى ضروري، ده دور مهم ودور بطوله في سينما. فقمت مستاذن مازن زميل المخرج مازن غربو، كنا بنعمل عرض اسمه بيكت وقتها في المعهد، كان مشروع تخرجه كنت انا بمثل فيه. قلت له مازن معلش وصلني بالعربيه بس ايه مدينه نصر معاك، قول كنسل البروفا عشان في حاجه مهمه جايه. رحت هناك لقيت استاذ هاني فوزي، كان في دماغي ان هو استاذ هاني جرجس فوزي في الاول بس اكتشفت ان في اختلاف. واسم ريست اتفضل محمد مهران، عملت ايه قبل كده؟ والله عملت مسرح. قلت له ما فيش فيديو اقدر يعني اوريه لكم في حاجه، فبس في شويه مسرح ممكن اوريه لكم يعني ايه انا عامله هنا في مصر كده. فشافوا قالوا كويس، طب تقدر تورينا مشهد؟ فعملت لهم مشهد. لا تمام انت ادائك كويس، طب احنا بنعمل فيلم عن المثليه الجنسيه. استقبلت الموضوع ازاي؟ يعني اعذروني الجهلي للاول للوهله الاولى ما كنتش عارف يعني ايه كلمه مثليه جنسيه. قلت له يعني قال نتكلم عن الشذوذ الجنسي. قلت له نعم. فالاول كده يعني اتخضيت، بس قلت افكر في حاجه اوصل بس لمرحله ان الناس توافق عليا ان انا اعمل الدور وافكر اعمله ولا ما اعملوش، مش مجرد بقى لا الموضوع ده صعب. فتمام ده الورق، اتفضل اقرا، اختار اي مشهد يعني اقعد يومين كده وتعالى لنا اختار المشهد اللي انت عايزه واعمله وريه لنا. قعدت قريت الورق كله واخترت كذا مشهد وكلمت وسهني انا جاهز بالمشاهد كذا كذا، حضرتك لو تحب تشوفني بكره انا جاهز. تمام. رحت اديت الدور، عملت شكل للكاركتر مبدئي، لغه جسديه، قعدت افكر في دوت في الحاجات اللي انا درستها في المعهد واللي شفتها بقى يعني كل اللي اتعلمته قعدت احاول اجتهد فيه، بحيث ان انا اقنع الناس ان انا ممكن اشيل البطوله.
فالحمد لله من تاني قاعده من القاعده دي لقيت كل كرو الفيلم الحمد لله، يعني كان استاذ هاني فوزي ومحمد عبد القادر واستاذ وسام ابو العطا المنتج الفني اللي عمله المخرج المنفذ ودكتور ايهاب خليل المنتج. تمام الولد ده مصر كويس ويقدر يشيل معانا وشكله نقدر نلعب فيه لما نحلق الدقن ونطول شعره ونعمل ايه هيبقى رايق على الكرات. تمام ادوني بقى مهله اسبوع، انتم تمام موافقين؟ انا عايز اسبوع بس اقعد افكر كده واستشير ناس قبل ما امضي. استشرت ناس كتير. استشرتهم في ايه بقى؟ فكره ان انت هتبدا مشوارك بفيلم من النوعيه دي؟ بفيلم من النوعيه دي. في اراء كتير يعني اتقالت لي، كنت وقتها بصور مسلسل زاد. في اراء كتير قوي اتقالت لي، وبرضه في 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 اي مكان بتكلم فيه يعني بشكر دكتور اشرف زكي لان ده استاذي في المعهد وده اللي علمني وليه افضال كتير عليا يعني فنيا وانسانيا ووقف جنبي كتير. فرجعت للدكتور اشرف يعني قال لي لا دي فرصه وما دام الورق ماشي في طريق العلاج وان تعالى نشوف حل للمشكله مش مجرد بيفرقع على حس المشكله اعمل. استشرت والدي، والدي قعد قرا معايا السكريبت قال لي والدي اللي وانا بقوله في التليفون قال لي رفض يعني ايه ده؟ فقلت له تعالى شوف الورق. قعدت معاه انا والدي صديق ليا جدا يعني عشان انا وهو بس عايشين مع بعض، والدتي الله يرحمها وما عنديش اخوات فانا ووالدي بس. فقرينا الورق وقال لي يعني جمله لسه معلمه في دماغي دلوقتي، قال لي بعد ما قال لي ده بيعالج المشكله، ده لو في حد ربنا ابتلاه بالمرض دوت وشاف الفيلم وخرج من الفيلم قرر ان هو عايز يتغير فانت هتكون سبب في ده، ربنا هيجعلك سبب لدوت. بعد ما شاف الفيلم بقى معاك كان امبارح كان ايه رد فعله؟ والدي عيط في السينما امبارح يعني كان في بعض المشاهد لقيت ناس بتعيط. كان في تسقيف جامد. المشهد ده يعني كان امبارح في العرض الخاص لقيت ناس جنبي يعني بتعيط. ايه ده؟ كنت متوقع رد الفعل ده من الناس؟ لا. ايه اللي كنت متوقعه؟ مش عارف، مش متوقع حاجه، انا كنت رايح يعني رب ده انتوا كنتوا اللي قلت لي على الميعاد. يعني مش متوقع، ما اعرفش ايه اللي هيحصل في اليوم ده. اول تجربه سينمائيه، اول مره اشوف نفسي على شاشه كبيره، طبعا ما اعرفش. محمد انت ابتديت اعلانات وابتديت ان انت صحفي، سكه الاعلانات جت ازاي ولقيت منها الطريق ان انت تبقى فيه نجم ومشهور وان انت ممكن تظهر للناس عن طريق السينما اللي انت عايزها؟ بص في حاجه يمكن بس مش واضحه للناس، يمكن الناس بتشوف الممثل اللي بيطلع ده بيطلع كده مره واحده، هو كان ماشي في الشارع والمخرج قال له تعالى مثل. احنا عندنا في معهد فنون مسرحيه في طلبه كتير مميزين، ولاد وبنات، في مواهب كتير. احنا اللي احنا بنعمله ان احنا بنروح كاستنج، بيبقى بنسمع ان في مخرج فلاني بيحضر، المنتج الفلاني بيحضر، بنسعى في ده، فبنسعى في اي حاجه. يعني انا من 2007 من اول دخولي المعهد لغايه تخرجي في 2011 وما بعد 2011 اما كنت بسمع اي حد بيحضر اي حاجه كنت بروح بسيب له صوره ليا، بسيب له مشروع ليا في المعهد كنت عامله، مسرحيه، اي حاجه اقول له طب ادي لك مشهد. فاحنا بنسعى. ففكره الاعلانات كانت خطوه من ضمن السعي. انت كنت حاجه يعني ده كنت واخدها خطوه ما دام فيها تمثيل، يعني مش مجرد انا طالع يعني زي ما بيقولوا وش حلو وخلاص، يعني حتى الاعلانات اللي عملتها كان فيها اداء. فتمام، فانتوا يعني او حاجه في السي في يعني اتفرج. دايما ابناء مع المسرح او مع السينما او في المسرحيه بيشتكوا من ان دايما المخرجين بيحبوا يجيبوا ممثلين جاهزين او يجيبوا يعني مثلا ممكن يحبوا ممثل عربي مثلا، في حين ان الناس اللي هم كانوا بيدرسوا لهم مش مدينهم فرصه ان هم يطلعوا على الشاشه. لا الناس اللي بيدرسوا لهم يعني اقصد ان يعني الناس اللي معاهم اللي هم يعني في المعهد عندك ممكن يكون في مخرج، في حد ممثل، حد اي حاجه، المدرس بتاعك، الاستاذ بتاعك، هو اللي مش مديك فرصه، يعني هو بيدرس لك وهو في نفس الوقت مش عاوز يديك فرصه. لا خالص خالص، بالعكس انا في دكتور زي دكتور اشرف زكي ادى فرص لناس كتير في المعهد، لناس كتير جدا. دكتوره سميره محسن ادت فرص لناس، وتحديدا دكتور اشرف زكي. دكتور اشرف زكي لما بيعمل مسرحيه او بيعمل مشروع تخرج بيعزم لنا ناس.
بيعزم لنا ناس مهمه من الوسط، تعالوا شوفوا طلبه المعهد. فده بيحصل، ده بيحصل، بس زي ما بتقول هو بيبقى النصيب. يعني ربنا بيبقى كاتب لك امتى هتعمل ده، امتى او انت هبان امتى، بس اهم حاجه انت بتسعى وبتجتهد. ف حتة ان الدكاترة مش بيساعدوا في المعهد، او بس يمكن عندنا في المعهد مفيش ادارة تسويق، ده المعنى ان يبقى في ادارة لتسويق الممثل. احنا عندنا بيعلمونا، وفي اساتذة بتعلمنا كويس جدا، وحتى بخارج المحاضرة بيعلمونا ازاي تتعامل في السوق، وازاي تقعد 18 ساعة في تصوير، ازاي تعمل كل ده، ازاي تتعامل مع مخرج، كل دوت ازاي تعمله، احنا ده بنتعلمه في المعهد.